عندنا تفاصيل مهمة بالنسبة لفريق سان داونز وكواليس مباراة الإياب في بريتوريا، لكن بسرعة نروح لاستعراض مباريات النهاردة. طبعا نعود بقى للمباريات، مباريات الدوري الإنجليزي، والنهاردة في مباراة أيضا في الدوري الإيطالي. النهاردة الدوري الإنجليزي في أربع مباريات، مانشستر يونايتد هيلعب مع فولهام الساعة 7، أيضا في نفس التوقيت ساوثهامبتون هيلعب مع ليدز يونايتد، بعدها بساعة الساعة 8 برايتون هيلعب مع مانشستر سيتي، والساعة 9:15 الختام تشيلسي مع ليستر سيتي. ليستر سيتي لسه فايز بكأس الاتحاد الإنجليزي، تشيلسي بيستعد لنهائي الشامبيونز ليج الأوروبي أمام مانشستر سيتي. الدوري الإنجليزي طبعا في منافسة لكن في مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر سيتي يمكن الموسم ده عامل نتائج مميزة جدا مع بوب جوارديولا. الدوري الإيطالي الساعة 8:30 لاتسيو هيلعب مع تورينو، هي مباراة وحيدة اليوم. طبعا احنا بنتكلم في منتصف الاسبوع، بتبقى معظم المباريات يا اما استكمال باقي الجولات للاسبوع او حتى مباريات مؤجله، لكن طبعا المنافسه القويه هذا العام بالتاكيد واضحه بنسبه كبيره في الدوري الاسباني، والمباراه الختاميه الاسبوع القادم ما بين بطل الدوري ريال مدريد ام اتلتيكو مدريد. عموما الدوري الاسباني والليجا الاسبانيه هتكون في مدريد، لكن الى اين سيتجه درع الدوري؟ ملعب اتلتيكو ام ملعب الريال سانتياغو برنابيو؟